السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم حاج مؤسسة هوية راح تقوم اليوم بالحديث معك أهلا عن وسهلا. المنشية وأهل المنشية أهلا وعن وسهلا. القرى عن البلد اللي كنت عايش فيها وولدت فيها حضرتك. اليوم احنا تباركنا فيك حاج أبو حسين. بارك الله فيك. فبالبداية نحن إن شاء الله حابين نتعرف على اسمك ومن أي بلد ومواليدك، تفضل يا حاج. أنا من منشية عكا، مواليد 38. ممكن تعرفني على اسمك الرباعي؟ أحمد حسين عازب الزحمد، ملبى الزحمد. والبركة يا حاج. حاج بدنا ندخل على المنشية وتحكي لنا على عائلتك، على بيتك، تحكي لنا عن والدك شو كان يشتغل، شو كان عندكم أراضي، شو كان في معالم عندكم بهالبلدة. تفضل يا حاج. أبوي إحنا عندنا بيارة وعندنا بير إرتوازي. روح شوي لورا غاد، اخوي راح على المانيا على الفلسطيني وصور البياره. قال اجوا عاد الاولاد بيقولوا هذا بيتكم، كان هاي هذا البيت اللي بالبياره بعد موجود وقاعد فيه، وفي هذا تسمين وردي على الجانب هيك الباب، مدخل الباب. هاي البياره البلد هدموها كلها يا جماعه، ما في اثار للبلد. راح جارتنا قبل كذا سنه بالاجتياح، راح عادوا صوروا هذاك البلد، والله ما في اثار البلد، بس البياره موجوده، الارض موجوده. ابوي كان مزارع، هو اخوه، هن اخوه اثنين، وعندنا قاره. القاره بجروها جوز خيل مع رخصه 504 عمون فلسطين، يعني بالزراعه. وعندنا بقر، يعني بقراتنا كانوا اربع خمس نتوان يقضوا حليب تبعهم جوبعك، والحمد لله. يعني حج والدك كان عنده أراضي بالمنشية؟ وين كانت الأراضي موجودة؟ على طريق المكر. البيارة بعد موجودة لحد إسا، البيارة بعد موجودة، يعني بعرفها هي رسمي. وهذا بدهور اللي إلنا أرض يعني وراهن، وكان ناوي حياة أبوي وعمي يمدوا المي بدوه على الارض توصل لهناك بعدين. هذيك يعني عندنا بئر توازي، احنا من قديم الزمان يعني من الشباب. او ارض هذيك عندي ارض كثير بعرفش يعني انا، بس هاي على طريق المكر بعرفها، والبياره بعرفها. وفي عندنا ارض بقولها فوق البياره بقول المفحره، تربها حمر، الناس مش بده يدخل بتراب منها للزراعه، بتلاقي عاملينها جوره. والحمد لله. حج بيتكم كان بأول البلد، بنص البلد؟ لا تقريبا البلد، بنص البلد، أو يعني أو بثلث البلد من هاي الناحية. مين كانوا جيرانكم؟ في كان دار المقداح، دار دار كيوان، في واحد كان عنده فرن مش عارف والله اسمه، يعني بتعرف يعني بنسى الواحد يعني ما انه. طب حج بيتكم اللي كنتوا ساكنين فيه بالمنشية كم غرفة كان؟ البيت اللي كنت ساكن فيه بالمنشية كم غرفة كان؟ والله عندنا غرفة كبيرة، يعني احنا بيتنا انتسب نسفوه اليهود، هذا الامريكان البريطانيين على زمان، او عمروه جديد. عندنا غرفة كبيرة يعني شيء 8 بطورة وبست بطورة، وعاملين سدي يعني بيطلع بينهم فيها هناك كبير على طول البيت. يعني عندنا دارنا كبيره، عندنا بقر كثير، وعندنا خيل، وعندنا تبان، وعندنا يعني للعجول، دارنا كبيره كبيره. حج بدي اسالك مين كان المختار بالمنشيه عندكم؟ شو اسمه؟ أبو الأمين علي خليلي. المختار كان شو اسمه؟ أبو لنصوح، هذا شو اسمه؟ الخريبي. أبو الأمين. أبو الأمين. حج كان في عندكم بالقرية جامع؟ نعم. بالمنشية كان في جامع؟ والله كان في جامع، عمروه جديد، يعني مش جديد، إنه عمروه زمان، إنه بيت ولد أنا إيه.
وحياة أبوي يروح لهن مي ورمل بالقارة أو عمروه. الجامع شمالي البلد إبلي البلد عمروه جديد يعني ما عبد ما يطلع بكذا سنة يعني. بس أنا كنت ولد صغير أروح مع أبوي ملي يجيب مي ويجيب لنا الرمل وبحث وضاقل. مين كان الشيخ اللي كان يستلم الجامع؟ تتذكر اسمه؟ لا والله ما بعرف. طب حاج كان في مدرسة عندكم؟ لا بدي اروح على بسيطة ببعكة عند ست نفيسة هاي بسموها ست سميحة ست سميحة اروح الى المدرسة فيها نروح بالطنبور بالحنطور نروح على الاولاد نروح بالحنطور على العكة. حاج كان في كهرباء بالمنشية عندكم؟ لا. شو كنتوا تضوا؟ ضوي عادي. ابوي كان عنده الله يرحمه اسطوانات مسجل هذا هيك وهو يقعد عاده بالمنافير يعني دايره ويصير يغني ويساوي. حاج كان في عندكم مطحنة بالبلد تطحن القمح؟ لا. وين كانت الناس تروح تطحن الطحين القمح؟ والله ما بعرف. هاي ما بنعرفش فيها يعني. كان في معصرة زيتون عندكم بالبلد؟ لا. ما عندنا زيتون احنا ما عندنا زيتون. المشية شو كانت تشتهر مثلا بالزراعة؟ كانت تشتهر بالحمضيات؟ كانت تشتهر بالمواشي؟ شو كانت تشتهر؟ بالزراعة. بعدين احنا عندنا الدبوية هاي مختبر للحكومة البريطانية فيها من كل شيء يعني كثير ناس بيقول لك انا من المنشية ايوا سكنوا بالمنشية عشان نسبة الشغل. هاي اللي عاد هاي الزراعة هناك كانت الحكومة مشهورة يعني فهمت علي؟ أو كان عاد يجي الناس من برا من القرى يقعدوا البلد عشان يشتغلوا حد الشغل. طب حاج المنشية كان فيها غير المسلمين؟ كان فيها دروز؟ كان فيها يهود؟ كان فيها ما في حدا كلهم مسلمين؟ بس لا يعني تقريبا شيء 3 كيلو 4 كيلو كوباية اللي هاي لحد التالي شو اسمه؟ كبنية المرج كانت. ما كبنية المرج. المرج. كان فيها يهود. حاج بدي اسالك كان في بالبلد اثار رومانية؟ يعني لا. اثار كهوف اولياء صالحين؟ لا في هذا في قبر بالنبي صالح هاي بالتربي. كانوا البريطانيين قاعدين وراه شوي بعيد شوي هناك. صاروا يجوا يبولوا بقلب الغرفة هاي المقامة هناك. الله صلت عليهن العقارب اللي تقرص عقرب يموت. والله عاد سموه ابو عتبي أموله عتبة ورموها. اجوا عاد سألوا قالوا لي هذا مقام وهذا ولي وهذا هيك هيك. اجوا البريطانيين عودوا نظفوه وسابوه ورجعوا له العتبة تبعته وهذاك وبطل حد يقرب عليه. كان هذا كم اليهود البريطانيين قريب عليه يعني شي كيلو 2 كيلو 2 كيلو اكثر شيء. حاج بدي اسالك كان يصير مشاكل بينكم من اهل البلد المنشيه والبريطانيين اللي كانوا بجانبكم؟ كان في مناوشات بينكم وبينهم؟ كان في. كان يصير مشاكل؟ كان في مشاكل. مين يحلها المختار ولا مين يحلها؟ البلد زي بقول بعدين في عنا نجدة المسلحين عنا في متالي جدها حسن كان فصيل كان بوصل تركيا ويحارب مع هذاك كان عاملين له هني مجموعة هذاك وهني مسلمين كل شيء. حج بدي أسألك كم نبع كان فيه بالبلد؟ نعم؟ كم نبع كان في بالبلد؟ عين مي كم قديش كان فيه؟ اول شيء كانت العالم تنزل من عينة من النبع اللي جاي من ابوها الاسباده ابو سهى. هذا مي يتعكى منه. مي يتعكى منه الكابري. مي يتعكى جاي من الكابري. وعاد احنا قريب علينا يعني شيء كيلو او كيلو ونص ماكسيموم. بس بعدين قليل ما حدا يروح على العين صار في بيارات ارتوازي. كان في بياره من هاي الناحيه شمالية البلد قريبه على البلد يعني هاللي بده يروح مثلا 150 200 200 متر احسن ما يروح على العين هذيك. وهي ارتوازي طالع من
يعني كان في الارتدادات سكرت، يعني صار في ارتدادات بالبلد. صار ما عادش الواحد مضطر يروح على العين اللي هذيك تحت الكابري. حج اللي كان يمرض بالبلد عندكم، اللي كان يمرض او تنكسر رجله وين كان يروح؟ كان يجبر عربي بالبلد عندكم؟ على عكا. على عكا؟ احنا عكا يعني مش بعيد عنا اكثر من 2 كيلومتر. حج باسرك كان في سيارات عندكم بالبلد؟ سيارات؟ قليل كان. ما كان. كان في طنابر وحناطير. وقارات. شوارع البلد يا حاجي كانت مزفتة ولا كلها تراب كلها تراب ومرصفة؟ كلها تراب رمل. كلها تراب رمل. إجا واحد بريطاني يقول لك القصة هاي، جاي على البلد وقع منه 5 قروش، راح لعند المختار قال له بدي ابعت لي مرة بكرة تلاقيني بالمحل الفلاني. راحت المرة معها غربال، عمل لها دوارة هون، قال لها دوري لي هون، غربت الأرض كلها ولقت 5 قروش. قال لها خذي هاي 5 قروش كمان فيها، وهي يعني حتى يريح حاله. قال كل ما يمر يطلع عليها. الله يبارك فيك يا حاج. حاج مين كان بالبلد يطهر الأولاد؟ يطهر الأولاد؟ والله انا اطهرت هون. انا منظور للخدر بحد حيفا. وابوي طهر اخوي الاصغر مني، وانا لا المنظور عرفت عليه وجاب لي حروف وذاك، اخر شيء وطلعنا طهرني هون. كان في مطهر من الغبسي يجي يطهر الاولاد؟ نعم. كان في مطهر من الغبسي يجي يطهر الاولاد؟ خاله لطهر. شو اسمه بتتذكر اسمه؟ هو من دار الحاج حسن. نسيت اسمه. ايه؟ ابنه اسمه حسن. بعرفه زي بقول، يعني بعرفك انت، يعني بعرفه مين. طيب حاج مين كان يحلق لاهل الاولاد بالبلد؟ ها؟ مين كان يحلق للاولاد بالبلد؟ والله ما بعرف، احنا بين بالمدرسه هون بلبنان، ابوي يحلق لي هيك طاقية عرب هيك، صار يحلق لهم زيها، هاي بال50 عم بحكي، يحلق لي هيك طاقية عرب، هي يقول لي قولي هي طاقية عرب، صار الناس يحكوا لهم اسمها زيها. هاي بال50. وشو اسمه هذا شو اسمه المختار هذا هلا؟ ما حصل لي مطهر بس. لبوا ما حصل لي مطهر بس انا ما. طيب حاج بدي اسالك، كان في سوق عندكم بالبلد؟ ها؟ سوق خضره بالبلد، كان في سوق مواشي؟ كله مواشي. يعني ما كان في سوق للبيع؟ لا. يعني كله عنده مواشي كان، ما فيش غير المواشي كانت هناك. كان في اساتذه بالبلد عندكم؟ مثقفين، كان في مثقفين عندكم بالبلد؟ اساتذه دكاتره من البلد؟ في دكاتره ما اعرف بس اساتذه في. طب حاج بتتذكر اسماء العائلات اللي كانت تسكن بالمنشيه؟ مثلا عائلتكم، عائله عزب، او عائله مثلا ازدحم، او دار خريبي، دار دعبس، رستم. ها؟ دار رستم. دار رستم. حجي حسين. المقدح. ها؟ المقدح. المقدح. المقدح مش كل من بلدنا. المقدح هني من الغبسية بس اجوا 2، هو وشو اسمه ابوه لمنير، لمنير المقدح، قعدوا بالبلد عشان الشغل يعني. انت طب حج شوي نحكي عن الافراح اللي كانت بتصير عندكم بالبلد. احكي لنا شوي عن العادات والتقاليد، قديش المهر، كيف كانت التعاليل تصير، شو اللي يصير عندكم بالبلد؟ والله يعللوا وطولوا هنا يعللوا، وقعدوا يدبكوا بعنا اولاد صغار احنا، نركض ونسوان هنا يدبكوا، نربط لهم ايدين بعضهم، هاي واحنا اولاد. يعني كم يوم كانت التعليله؟ ها؟ التعليله كم يوم كانت بتقعد؟ شهر. شهر. كان يركبوا العريس على الخيل، يطاردوا بالخيل. والله كانوا يروحوا يجتمعوا بالعرس بالبيادر ويركبوا العريس والعروس على خيل، وتمشي الفردي لعند قبر النبي صالح، يعني التربه هناك،
حبلهم حبلهم زي بيقولوا اتكافوا مع بعض وروحوا الله زي بيقولوا. هي دائما يعني هي العراس هيك يكون. شو واسي وادي زفوا العريس شو يقولوا؟ عريس زين الشباب. احكي لانه اياك تحكي شو كانوا يحكوا. هي قالوا عريسنا زين الشباب وحبلهم حبلهم وزي بيقولوا بعرف شو ما. شو كان يعملوا غدا للمعازيم؟ شو كان يذبحوا؟ كان يعملوا مليحي؟ شو كان اللي يعمل عرس يعزم اصحابه يجوا من البلاد اللي جايب خروف اللي جايب عجل اللي هذا سخيل اللي ذاك ست سبع خرفان تلاقي الذبائح. قديش كان مهر المرأة؟ المهر البنت قديش كان مهر البنت؟ ما اعرف. امي 70 ليرة ذهب. ما بعرف. اما لزوجتك عم تقول 70 ليره ذهب كان مهره. طب انا كنت صغير وقتها شو بعرف. هي بس كانت ضلها تقول ما خطوش قد ما كانت من زمان. طيب حج البلاد اللي كانت حوالين القريه بتتذكر اسمائها؟ في المكر استمريه بعيده من هون كوبايه اليهود من شمال من ابلي من هون يعني حوالينا زي بيقولوا قريب قريب ما قريب ما في كان كثير. احنا ارض بلدنا كبير كان مستولي عليها الشقيري وشمع القوتلي هذا كان رئيس سوريا. طب حاج خلينا نحكي شوي على النكبة نحكي شوي على النكبة اللي صارت عندكم بالبلد. شو اللي صار؟ شو اللي خلاكم تطلع من البلد؟ شو يعني صار في قصف طيران؟ صار في مجازر بالبلد؟ مين قائد الثوار؟ هل دفعتوا انتم عن البلد؟ تحكي لنا هيك شوية تفاصيل بعد إذنك. البلد كان يجوا عليها من كوبانية المرج اليهود. اجوا كذا مرة ويفشلوا، واجوا آخر مرة وهربوا يعني الناس صارت تهرب. بعدين اللي يعني الوضع صار تعيس والآخر. والثوار هربوا على عكا. راحوا عكا صور عكا. اللي حكوا انه تلاقي قدام بوابة عكا هاي الشرقية اليهود ميتين بكوام بكوام بكوام. المقاتلين على السور واطلق تحت ورشوه. سمعت لاخر وقت. يعني بقول لك انه كان قتل اليهود كثير كثير. حج البلد المنشيه مين كان قائد الثوار فيها؟ مين كان قائد الثوار فيها؟ ما كان قائد، كان في لجنه اللي هو جدها عمي حسن. وهذا شو اسمه؟ وعيسى الحج احمد. وعيسى الحج احمد. وعيسى الحج احمد. عيسى الحج احمد. وبعد في واحد جد الارامي هذول هن كانوا هن اللجنه وهن في هذا. طبعا باتصال مع المختار ومع كل شيء. كانوا يبيعوا ذهبات. كان في سلاح بالبلد؟ بندقيات. قبل شوي سمعتك عم تقول انه كان في قائد فصيل، مين هو اللي كان قائد فصيل؟ حسن جدها كان قائد فصيل، وهذا وخريبي كان قائد فصيل. هذول كانوا بحرب تركيا. أو هن مستلموا. طب حج مين استشهد من أهل البلد وهو عم يدافع عن البلد؟ مين انجرح من أهل البلد هو اللي عم يدافع عنا؟ تتذكر مين؟ لو بدي أتذكر مش عارف اسمه زي بقول لأنه عمر 48 لليوم قديش يعني؟ عيلته، اسم عيلته مثلا. من دار حمدو لطفي حمدو ومعه أربع رفقات هذول اللي قطعوا الشارع من عكا من صفد على عكا وحطوا هذا أسطر وعبوه كان يقول حياة أبوي هذا زنجلي وعبوه وبارود وكانت هاي أكبر معركة اللي أدت للهجوم تبع الإنجليز على المنشية من اليهود والله ما في 40 دفعه مش هتذكر الاسامي يعني انا كان مش هتذكر الاسامي
طيب انا بنت. طيب حاج بدنا نرجع انه انت وقت طلعتوا من البلد كيف طلعتوا لوين رحتوا شو اللي صار معكم ابوك شو عمل شو سوى؟ والله ابوي اخذنا احنا عندنا قار قلت لك له صاحب بشعب اخذنا رحنا احنا العيله على شعب وهو ضم بالبلد بعد ما طلعتوا على شعب وين رحتوا؟ عودنا رجعنا والله و رجعنا على شو اسمه بلا صحيح صالح اسمه هاي دير الاسد ها؟ دير الاسد دير الاسد؟ دير الاسد عود قعدنا نقف ودير الاسد فيش مي وضاق وحالي عودنا طلعنا ضاق مشينا وطلعنا على لبنان. شو طلعتوا معكم الاغراض من البيت؟ معنا حصان حامل كيسين قمح والفرشات واربع خمس بقرات. ما طلعتوا كواشين الارض عقود الارض طلعت والمفاتيح طلعت بس ولكن اجى السياح واخذ كل شيء. انا طالع بواعي الرش ما عندي شيء غير وراء السياره وهويتي يعني ولا حد طلع ما غلط. طب حاج انت وقت رجعت انت غير مرة على فلسطين بعد ما طلعت من فلسطين رجعت ثاني مرة؟ لا ورحت على المنشية ما لا ابوي راح كذا مرة. انت ما زرت فلسطين؟ ها؟ ما زرت فلسطين بعد ما طلعت لا 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 ابوي راح كذا مرة يروح. طب حاج بتتمنى ترجع عليها؟ انا قلت لهن انا قالوا لي الاولاد بتروح على امريكا بتروح قلت لهن لا لا انا بروح من هون الا غير على فلسطين. غير هيك ما بروح محل. لا طب حاج اذا اعطوك جنسيه ووطنوك هون بلبنان واعطوك تعويض بتقبل ولا بترجع على المنشية؟ والله بفضل ارجع. يعني ما بتتنازل عن هويتك لا 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 لا, لا 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 ما انا اذا انا تنازلت اولادي كلهم بيتنازلوا. بس لما انا بعرفوني اني انا رجعت كل بده يفكر يرجع. يعني ما بيقبلوا بالتوطين اولادك بتقول لا 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 صح اولادي ما عن جنسيه في ناس ما عن جنسيات وفي اطلاق وصله ما بتخلى عن ارضا ولا لا عن لا 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 اذا قالوا لك هلا تفضل حج ارجع على المشيه بترجع؟ اه برجع. تترك كل شيء هون وبترجع؟ اه شو ما عندي شيء شو عندي ما عندي شيء عندي بيت بالمخيم بيتي على جامع النور حاجة زمان بدها تشتري بيت وأنا بدي بيتي 10 أمتار عن جامع النور. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير يا حاج. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا فيكم. كنا زارعين بدير تقلة هاي فوق عدلون إجا لعنا واحد صاحبنا بنقول لإخواننا نام عنا طول الليل وطول النهار فيو أبوه أنكل نشرني يا حسن يا أبو حسن خليه نايم خليه نايم نام يومين وليلة. قالوا لي شو صار معك؟ قال رحنا على فلسطين. رحنا على حرش العكاسية. هذا حرش العكاسية عبلد تل نابليون. تل الفخار بنقول له هو تل نابليون. قال بدي روح اسرق كوباية المرش. راحوا يسرقوا الحرس طول الليل نايم فايق. الحرس حامل قنديل وماشي رايح هيك جاي طول الليل روحوا اجى لعنا ونام بس صحي قال له عمي شو صار معك ليش؟ قال له هيك هيك ثلاث حق عمي عمي كوميرتيرة المرج اصحاب هو المختار دائما بروح عندهن قال له هذا تمثاله ماشي واحد ماشي على دواليب قال له ايه قال له والله جمعوا حالي شي 20 واحد وقعدوا هذا تل العكاسيا جبل حرش العكاسيا فجر مش كبير قعدوا فيه لصار الدنيا نص الليل قال له قوم شوف اذا صاحبك اللي قال لك بتصدقوا روح انت هذا المسؤول هن مش 20 واحد راح والله ضربه كسر له ايده وطفى الضاي واجوا اخذ بقره وحصان هو وكل واحد صار ياخذ بطلعه راحوا باعوهم وين؟ قريبه على الاردن هيك روح بقوا اجوا قال لو احنا تركونا الحرامية احنا الحرامية لو تركونا احنا خلينا شعرك
الدول العربية إن لو الحرامية تركوا الحرامية للدول العربية كان قضوا عليهم. وهي القصة اللي بدك إياها. الله يبارك فيك. بارك فيك. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. هاي بنت عمي اللدم ها. والبركة يا حاج. الله يبارك فيك. يعني. إحنا ثلاثة. والله كفاية إحنا وياه طول الليل. الحمد لله الحمد لله شكرا. الاثنين. خلفنا هالأولاد والله يستر أمورهم ويفتح أبوهم. ما قالت روح أجيب خضرة. واحد يجيب لها الخضرة. إجا الاجتياح عاد وصارت تشتغل معي، صارت تروح معي واحد شغل. إنما إن كل الدول العربية. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شرفنا بمعرفتكم والله يا شيخ. الله يكون على خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالأقصى بجاه رب العالمين. الله يشرفنا فيكم هيك ونسرنا. الله يبارك فيك وأهلا وسهلا فيك. أبوي أمي كل شيء بيعطيك عليه مسألة. إن جار عليك زي ما جوع أدراك. الحمد لله. جوع أدراك. أطلع من الحلوة 2 4 2 ونص. أروح على طرابلس أبر من حتة طراد مرة أو اثنين لأدنى الصبح أصلي الصبح أجيب ضعبة طول النهار الحمد لله نحمد ونشكر يجي أولاد بيتي مصاري أعطيني الغلي معروف بالسوق المعروف بالسوق ما حدا بطالبه والحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمد الله ونشكر الله يبارك والله علمناهن وحجينا من تعبنا